طيب هلا اخذنا الهيل كلايمبنج سيرش الجوريثم اللي هو ابسط شيء في الجزء الثاني، وهلا بدنا نشرح الجزء الثالث اللي هو نسميه سيميوليتد انيلينج سيرش الجوريثم لوكال سيرش الجوريثم. اللي ها كنا الهيل كلايمبنج شو كان يساوي؟ كان يمشي يحسن وضعه بالنسبه لجيرانه. هذا لا، هذا بيكون مثلا انا هون وبيكفز بالهواء راندوملي، بيكفز اذا المطرح اللي راح عليه احسن بوقف فيه بكربش فيه، اذا وبرد يكفز راندوملي بتعرف شوي، اذا الوضع اسوأ بيضل مطرح برد يكفز كمان مرة، إذا أحسن بنتكل عليه. فبيشتغل باختصار بيشتغل راندوملي، اللي هو بيقول لك يعني عشان to avoid being stuck in a local maximum، لأنه هذا بالسيميوليتد أني بالهيل كلايمبنج ألغوريثم هذا كان stuck، هذا أجا وصل هون ووقف، هذا بصير ينط مرة هون مرة هون مرة هون مرة هون، وبصير يحسن بوضعه بصير يحسن بوضعه. بس هلا فإت ترايز راندوملي يوزنج ا probability فانكشن، باستخدام طبعا probability فانكشن. كيف تعرف وانت توقف هذا ال جيد جيد وانت توقف to move to another state if this new state is better to move into it. Otherwise, try another move and so on. هلا it terminates بيوقف بعد ما يوصل ل يعني عدد معين من النقاط، أو يا إما نحطه للبرمجة نحطه عدد معين من النقاط، أو من كله معاك مثلا ثانية تعطيني حسن وضعك. When finding an acceptable good solution in a fixed amount of time rather than the best solution. فا هيك بيشتغل. فا يعني locating a good approximation to the global minimum of a given function in a large search space. وهذا أكثر إشي مستخدم في البودز الإلكترونية. فهو بيحاول بنط وبجرب، فهو بيوقف بعد يا إما وقت يا إما عدد نقطة، ما فيش شيء ثاني. The problem with this approach، شو مشكلة هاي الطريقة؟ Is that neighbors ممكن هو بقى بحد النقطة اللي يعني ممكن وين الجلوبال ماكسيمم مثلا هون، لو هذاك الالغوريثم كان طلع وقف ها حتى لو بقى the best solution كان بحده بيعرفش، هاي مشكلته. It will not get stuck، بس بنفس الوقت ما بيكونش stuck في local يعني local maximum. It tries an infinite amount of time if اذا يعني لو صح له يضل نط ممكن يلقى الجلوبال ماكس. هذا باختصار الفكره العامه تبعت السيميوليتد انيلينج.